هي الأخلاق تحملنا إلى الآفاق تأخذنا، هي الأخلاق منهجنا وبالأخلاق رفعتنا. هي الأجر الكبير. دخل المعلم الفصل حاملا مجموعة من الهدايا وقال لتلاميذه: سأوزع هذه الهدايا على كل من يخبرني بصدق عن عمل قام به من أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة المريض ومساعدة المحتاج وغير ذلك. قال التلميذ: وإن عملت أكثر من عمل؟ قال المعلم: لك أكثر من هدية. وقال آخر: عودني أبي على فعل الخير وأخبرني أن الأجر الأكبر من الله. قال المعلم: صدق، بارك الله فيك وفي أبيك.